خلاص مش عايز اسمع اعتذارات ولا اسمع صوتكم يا فاشلة. بتصطادوا بعض على السوشيال يا كوريديات. وانا ذنبي ايه يا ابو داوود يا جدع؟ والمفروض كان يبقى في بيننا سيم عشان ما نخبطش في بعض. وانا كمان ذنبي ايه يا فندم؟ ما هو اللي غرغر بيه على السوشيال. غرغر بيك؟ امشي اطلع بره، اطلع بره. والله يا فندم، والله والله والله، ادينا فرصه تانية، عمليه واحده بس جديده. عمليه جديده؟ هو انا ما قلتلكوش مش انا تبت؟ انا تبت يا ليبي، انا حرامي، انا جاسوس حرامي وفاشل. ما تقولش على نفسك كده، انت حلو يا فندم. حضرتك بنفسك قلت ان ده تدريب، وكنت بتتحايل عليا ان ادخل الجهاز غزه. تدريب؟ تدريب تقوم تصطادوا بعض؟ انا لو كنت جبت جوز معيز كانوا فهموا اكتر منكم. طب نعتبر اللي فات ده يا فندم تقسى فاهم، ونقطه من اول السطر. ايوه يا فندم، ده مصارين البطن بتتعارك. بص يا ابو داود، اصبر على تدريبنا 3 شهور بس. 3 شهور؟ اقف جنب ولادك 6 شهور بس. 6 شهور؟ اقول لك اصبر علينا سنة وهتشوف اللي ها عمرك ما شفته. ايوه كأني مصري يا ولا واشتغلني يا ولا. ده انتم مقضينها 7 سنين مقسمينها 6 اشهر، وكل وقعة اريل من اللي قبلها. وانا انسى لما رجعتولي من ليبيا ببجامات الكاستور يا فشلة يا شوية حفاتر. بص يا فندم، 30/6/27 هتشوف ليبيا وازاك حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص، بتكلم بجد. يا سلام، كل بقى حلاوه يا ولد. محاكم انا جاسوس اهبل انا. ما خلاص بقى يا ابو داوود بقى. طب بقول لك على سر، انا وليفي كنا متفقين اننا نعمل طريق ابن زياد وميس، وكنا عاملين على لعبه كده عليك لانك قفشت، مش كده يا ليفي؟ انهون. كنا بنهزر معاك يا ابو داوود يا جدع. الله، ما خلاص بقى يا ابو داوود. طب وحياه جولده خلاص. وحضرتك بعت لنا ايميل رسمي ان مالناش دعوه ولا بالسوشيال ولا بالاعلام، وانا كمان عملت لك بروفر. انت عملت لي بروفر؟ دوست موافق يعني. ابروف بقى. ممكن ما تتكلمش انجليزي خالص؟ حاضر يا فندم. وانت حضرتك بتتعصب ليه؟ ايزاك، وبعدين ايزاك يقول عم دودو ايه؟ عالم ونافس. خلاص بقى يا دودو بقى، يا رب ابوك يحج ويتمتع بالكعبه. انا مش عايز الشيء ده يتكلم. خلاص يا فندم، ايزاك ما تفتحش بقك خالص يا ايزاك. خلاص يا فندم، وانا بعتلهم يجيبوا لنا مذيع فرود. فرود؟ احنا خلاص ملناش علاقه لا بالسوشيال ولا بالاعلام. وما تجيبليش عمرو ولا احمد. هات لميس. ولا لميس، مش عايز كروت مخروقه. كروت مخروقه؟ احنا بنقولها محروقه، بس عشان انت بقى خواجه بتقولها مخروقه. قلت لك ما تتكلمش. في ايه يا عم؟ انا قلت احط التاتش بتاعي. لا يا فندم، لا يا فندم، مفيش كروت محروقه. انا جايب راس الحربه اللي عندي، الفرويد اللي فيهم، الماده الخام بتاعه عمرو احمد. وعلى فكره زمانه في الطريق، مسافه السكه، مسافه السكه. تمام تمام، جهزوا نفسكم وتنكروا في زي اطباء ومهندسين، هتخشوا غزه بعد اسبوع عشان توصلوا الجهاز. بجد؟ الله، مهندسين واطباء؟ بس انا كان نفسي البس ظابط. انت ليه يا ايزاك مصر انك تشلني او تجيب لي جبهه؟ خلاص، اللبس اللي حضرتك تشوف. طب ليفي هيكون معايا؟ لحد دلوقتي لا. الله، ليه بقى؟ ما احنا كنا متفقين وزي الفل. في مشكله فنيه في ملفك مش عارفين نحلها مع السي ان ان. مشكله يا ابو داوود، ما كل حاجه كانت قلصته ومستفه. خليني اوضح لكم، بس الكلام ده خطير، لو وصل لأي حد من الشعوب العربية هتبقى كارثة. كارثة بقى؟ أنا كده اتوغوشت. خطورة اللي هتشوفوه دلوقتي إن أي حد يقدر يطبقه عملي على جهازه وهو قاعد في البيت. أنا كده الفار بدأ يلعب في لعبي. خليني أشرح لكم. خشوا معايا جوجل واكتبوا سي إن إن عبد الفتاح السيسي. خشوا على موقع سي ان ان وانزلوا كده معايا لاسم الام. هتلاقوا اسم الام ايه؟ سعاد محمد امك. طب ما خلاص يا فندم، الاسم مظبوط، واي حد هيبحث على الشبكه هيلاقي سعاد محمد. فين اللخبطه؟ المشكله ان موقع دولي وثقه ورسمي بالشكل ده كاتب ان المعلومات تم تعديلها. طب وايه يعني؟
مستر توم مأكد لنا ان حتى لو دخلت على تاريخ التعديل مش هتلاقي حاجة وهترجع لنفس الصفحة. لحد كده مفيش مشكلة، لكن اي حد هيخش على ارشيف التعديلات هيكتشف التعديل بنفسه في اقل من دقيقة. اقتلوا النت. استنى ازاك، ايه الكلام اللي بتقوله ده ابو دابوت؟ دي تبقى مصيبة يا جدع. شوفوا معايا عملي، اكتبوا معايا www.archive.org، وده موقع وظيفته ان يخش الشبكة العميقة ويجيب لك اي تعديلات تمت في ارشيف اي موقع على شبكة الانترنت. يا دي الموسيقى. خدوا رابط CNN كوبي والزقوه في موقع الارشفة واختاروا هنا ارشيف وجو. اوبا اوبا اوبا، في ايه يا عم؟ متلبشنيش. للأسف هتلاقوا هنا كل التعديلات اللي تمت على موقع CNN بسنواتها. روحوا الأول تعديل في 2014، وروحوا الأول تعديل في سبتمبر، اختاروا التاريخ وانزلوا معايا كده بقى، شوفوا اسم الأم في الشبكة العميقة. يا نهار اسود، كل شيء انكشف وبان. انت عارف ابو داود ده معناه ايه؟ دي مصيبة يا جدع. مهندسينا بيحاولوا يتصرفوا، لكن اطمن اغلب العرب ما عندهمش القدرة للوصول للارشيف، باحثين سطحيين. ايوه بس معلومة زي دي لو اتنشرت هتحصل حاجات كتير. وايه اللي يخليها تنتشر؟ ده سر بينا. ازاك بتصور ايه؟ بصور الطريقة والروابط عشان منساهاش. انت مجنون؟ فيديو زي ده لو انتشر بين الشباب وعرفوا طريقة الوصول هتبقى كارثة. احذف الفيديو يا اخي ارحمنا بقى. طيب حاضر، ما توترونيش. احذف بسرعة. طب حاضر يا فندم، حذفت والله حذفت. الله، مين؟ انتوا مستنيين حد؟ ايوه ده اكيد راجلنا في الاعلام المصري، ده ميعاد وصوله. طب خشوا انتوا في الاوضه اللي جوه وانا هقابله لوحدي بسرعة. ادخل. مساء الخير.